وينضم إلينا الآن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. سيادة الفريق أهلا وسهلا وشكرا لوجودك على القاهرة الإخبارية. مرحبا عليكم. السلام والرحمة. يعني بداية نحن سنعود إلى البداية ربما، يعني تعلم سيادة الفريق منذ اليوم الأول الأخبار متضاربة، المعلومات كذلك الروايات سيادة الفريق، ما الذي حدث منذ البداية حتى تبدأ هذه الاشتباكات ونصل اليوم لتقريبا مرور شهر على هذه الأزمة؟ مرحبا وشكرا جزيلا على اهتمامكم بشعب السودان وشأن السودان. هذه الإشكالية قديمة مع متمردي الدعم السريع. هذه القوى التي يسيطر عليها الأخوان محمد حمدان وشقيقه عبد الرحيم، هما يريدان أن يبتلعا السودان بجملته بعد أن عجزا عن تحقيق ذلك بالطرق السلمية أو بالطرق المساومات، يحاولان الآن ابتلاعه بواسطة استخدام القوى العسكرية. كل المسألة ليست وراءها سوى الأطماع الشخصية فقط. طيب، يعني إذا عدنا نحن نعود إلى البداية كما ذكرنا سيادة الفريق، كيف استطعتم في البداية التصدي لما حدث ولما كان مخطط له من قبل الدعم السريع خصوصا في الأيام الأولى لهذه الأحداث؟ نحن طبعا في بداية الأمر كنا نظن أن هذه القوة قوة حليفة، قوة مساندة للقوات المسلحة، كنا نظن أن كل ما تحصل عليه من أسلحة من أفراد سيعود في النهاية للقوات المسلحة، وكنا نأمن لهم وجودهم في مؤسساتنا، في كل مؤسسات الدولة هم موجودين بجانب القوات المسلحة، لكن حدثت منهم هذه الفعلة الغادرة الخائنة التي سددت بموجبها طعنة ليست إلى خاصرة القوات المسلحة وإنما إلى خاصرة الشعب السوداني، وتسببت في هذه المآسي التي يعيشها السودانيين الآن. الآن كل الأسر السودانية في الخرطوم أصابها ضرر بليغ، حرائرها اغتصبت، بيوتها احتلت، ممتلكاتها نهبت، خدماتها تعطلت. ضرر كبير أصاب الشعب السوداني وسكان الخرطوم على وجه الخصوص من هذه العملية الغادرة التي نظن أنها ستوصم هذه القوة بوصمة عار لن تتخلى عن قيادتها أبداً. في آخر بياناتكم سيادة الفريق كانت أو بيانات الجيش كانت الأخبار تقول أن ربما الوضع مستقر في جميع الولايات، ولكن هناك بعض المناوشات في أجزاء من العاصمة أو بعض مدن العاصمة. ما هو الوضع الآن في العاصمة الخرطوم؟ طبعا الولايات جميعها ما فيها أي وجود لما يسمى الدعم السريع أو هذه الميليشيا المتمردة، هنالك بعض الوطنيين من أفراد الدعم السريع انضموا إلى القوات المسلحة وهم محل ترحيب. العاصمة الآن الدعم السريع موجود في وسط المواطنين، موجود في المستشفيات، موجود في مقار الشرطة، موجود في المناطق الخدمية، موجود في مناطق الخدمة التي حرم منها المواطنين، لكن لا وجود لهم في قواعدهم العسكرية، لا وجود لهم في أي موقع عسكري، إنما احتموا بالمواطنين، احتموا بمواقع الخدمات، وسيتم تطهيرهم قريبا إن شاء الله. يعني نستطيع أن نقول أن الوضع مستقر الآن في جميع الولايات السودانية؟ الوضع مشهود له بأنه مستقر في جميع الولايات ما عدا الخرطوم كما ذكرت لك. هذه القوة الغاشمة الباغية تحتمي بالمواطنين في مساكن المواطنين، في مراكز الخدمات، في كل ما يمكن أن يعود بالأمن والأمان على المواطنين هم موجودين فيه خشية هجمات القوات المسلحة. على صعيد آخر سيادة الفريق، كيف رأيت الجهود المصرية تحديدا لحل هذه الأزمة بشكل عام، أزمة السودان وبشأن تحديدا استقبال السودانيين؟ أولا هذه فرصة طيبة أن احنا نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل حكومة وشعب مصر، هم ليسوا بغرباء عن السودانيين، وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم. في كل محنة تصيب السودان هم أقرب ناس، هم دوما إلى جانب الشعب السوداني، احنا بنحييهم ونشكرهم، وهذا الأمر ليس بغريب عنهم وليس ببعيد منهم، لهم الشكر ولهم التقدير. التطورات الأخيرة تقول أن هناك ممثلين عنكم عن الجيش السوداني وعن الدعم السريع أيضا موجودون الآن في السعودية لمحاولة التفاوض ربما أو الوصول لحلول. بداية، ما موقفكم من المبادرات بشكل عام وخاصة هذه المبادرة السعودية ومن ثم مبادرة الإيجاد؟
نحن نرحب بكل مبادرة تحقين دماء السودانيين، بكل مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان، بكل مبادرة تعيد اللحمة الوطنية وتعيد للسودان استقراره وأمنه. المبادرة الجارية الآن نحن رحبنا بها، وكل المبادرات نرحب بها. الآن لدينا صحيح ممثلين، وهؤلاء الممثلين هم ممثلين للسودان، لحكومة السودان وليس للقوات المسلحة فقط، لأنه لديهم بعض الدبلوماسيين موجودين ضمن الوفد. هذه المبادرة نحن نسعى في أن تضع أسس حقيقية لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية، الانسحاب من مناطق الخدمات، إفراغ وسط العاصمة الجدد العسكري، إخلاء السكان منازل المواطنين العزل من القناصة ومن الاحتلال المسلح. خلاف ذلك لا يمكن نتحدث عن وقف لإطلاق نار، لا يمكن نتحدث عن أي عمل يمكن أن يتم. يعني أنتم غير مستعدون لأي تفاوض في هذه المرحلة، أي حوار سياسي معهم، الأمر يتوقف فقط على العمل الإنساني؟ هذه المرحلة لا أحد يتحدث عن العمل السياسي، نحن الآن نتحدث عن وقف القتال، عن وقف العمليات، عن عودة الطمأنينة للمواطنين. هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار لن يعود في ظل انتشار هؤلاء العصابات في أسطح المنازل، في منازل المواطنين. هذه الآن كل معظم البنوك تم نهبها، السفارات تم نهبها، المؤسسات الخدمة العامة تم نهبها، حتى البعثات الدبلوماسية، الاتحاد الأفريقي، اليونيسيف، الهلال الأحمر، كله تم نهبه بواسطة عصابات الدعم السريع. والآن المسألة ممتدة إلى الأحياء السكنية، أخي السكان، والمجموعات موجودة في الأحياء السكنية وتمارس هذا التعذيب والاغتصاب وكل فعل ذميم تمارسه هذه القوات على المواطنين. ولكن لذلك نحن نرى أن خروجهم من المناطق السكنية وخروجهم من مناطق الخدمات هي الأسس الصحيحة لأي وقف لإطلاق النار. هل ترى أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال ما يحدث في السعودية الآن؟ نحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال ما يحدث في السعودية، وإذا لم يتحقق ذلك ما لا فائدة من الذهاب إلى السعودية ولا فائدة من الجلوس لأي تفاوض. طيب سيادة الفريق، الخارجية السعودية ربما تدعو الآن إلى وقف فعال ودائم لإطلاق النار، هل هذا شرط برأيك يمكن أن يتحقق؟ أنا ذكرت بأن وقف إطلاق النار حتى المؤقت الذي نتكلم عنه يجب أن يكون مصحوب بإخلاء الأعيان المدنية. الأعيان المدنية معروفة في المجتمع الدولي بأن المستشفيات، مراكز الخدمة، مراكز الاتصالات، مراكز الوقود، المجمعات الخدمية، كلها يجب أن يتم إخلاءها حتى نقول للمواطنين أننا ندافع عنهم، لا نريد أي عمل يخص القوات المسلحة بأن يوقف إطلاق النار. إذا لم نستصحب هم المواطنين ومشاكلهم معنا، لا نستحق أن نقف أمامهم ونسمع قوات الشعب اللي هي جزء أصيل من الشعب السوداني، ثم الشعب السوداني مقدم على أهم القوات المسلحة. لذلك أي وقف لإطلاق يجب أن يكون مصحوب بفتح الطرق، المستشفيات ومناطق الخروج من المراكز الخدمية، شرطة، مراكز الوقود، محطات الكهرباء، محطات المياه. كيف يتحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة ويتصرفون بتصرفات ربما حب أمزجتهم؟ طيب سيادة الفريق، حتى لو لم يكن هناك حديث إلا عن هذه الأعمال الإنسانية أو هذه الهدن المتتالية، ماذا بعد الهدن؟ ماذا بعد الأعمال الإنسانية؟ ما الذي سيحدث؟ نحن نتحدث عن جملة من الأعمال، من ضمنها الأعمال الإنسانية، وقف إطلاق النار الدائم المصحوب بخروج القوات جميعها من المدينة أو من العاصمة الخرطوم، لأنه لا وجود سوى في هذه البقعة في الخرطوم فقط. بعدها يمكن أن ننظر في الأمور الأخرى إذا كانت متعلقة بالترتيب الدائم بالتسوية، كله يمكن أن ننظر فيه بعد أن نثبت وقف إطلاق نار دائم يعيد الحياة للعاصمة السودانية. التحليلات الآن تقول أن البعض يريد جر السودان الآن إلى حرب أهلية، ما تقييمكم وما تعليقكم سيادة الفريق؟ نحن حريصين على إيقاف هذه الحرب في هذه النقطة وعدم توسعة دائرتها. نحن نقول أن هذه الحرب نخشى أن تنتقل إلى الولايات أو إلى أقاليم السودان الأخرى،
إذا كان حصل أي تصدع في العاصمة الخرطوم حتما سينتقل الصراع إلى الأقاليم أو إلى الولايات، لأن الشعب السوداني كله قال كلمته بأنه ضد تصرفات هذه الميليشيا، ضد ما يقوم به الدعم السريع. لا أحد الآن يتحدث عنهم حديث إيجابي، وإنما الجميع يتحدث عن أدوارهم السالبة. كل الولايات، كل الأقاليم السودان طلعت تساند القوات المسلحة وتنادي بضرورة حسم هؤلاء المجرمين. بما أنك تحدثت كثيرا سيادة الفريق عن الأعمال الإنسانية أو المساعدات الإنسانية، سؤالي لك الآن، كيف تعملون على ضمان وصول هذه المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة الآن في السودان؟ الآن كل ولايات السودان، معظم سكان الخرطوم الآن وسط الخرطوم لا يوجد به سكان، فروا من تسلط هذه القوات على مساكنهم، على بيوتهم، على حتى مدخراتهم تم أخذها. نحن اليوم نتحدث عن الهجوم على جمارك الحاويات في سوبا، نتحدث عن الهجوم على مقر اليونيسيف، نتحدث عن الهجوم على مقر الاتحاد الأفريقي، نتحدث عن كل المقرات التي تقدم الخدمات، حتى الخدمات الإنسانية. الأمم المتحدة مقراتها تمت مهاجمتها بواسطة هذه القوات. إلى من تريد أن تقدم الخدمة وأنت تطرد المواطنين، تحتل مساكنهم، تعتدي عليهم، تغتصب نسائهم، من يبقى، من يظل جالسا حتى ينتظر أنك تقدم له خدمة؟ يجب أن نثبت وقف إطلاق النار، خروج القوات، عودة المواطنين، ثم نقدم الخدمة. نحن ساعين إلى أنه لا أحد يعترض كل الخدمات الإنسانية التي تقدم. إحنا قدمنا مساعدات كبيرة جدا، العالم يشهد عليها، ساعدنا في إجلاء جميع الموظفين الأمميين، البعثات الدبلوماسية، والآن الإغاثة تنساب للمواطنين في بور السودان أو في تشاد أو في أي مكان آخر ليس لدينا اعتراض على تقديم الخدمات الإنسانية. تحدثتم سابقا عن رفضكم لتدويل هذه الأزمة، الأزمة السودانية، هل هذا ينطبق على المستوى العربي أم أننا نتحدث عن المستوى الغربي فقط؟ نحن نرحب دوما بالمبادرات الوطنية، المبادرات الإقليمية، إذا كانت عربية، إذا كانت أفريقية، هذه هي نظن أنها هي الأقرب إلى وجداننا، وهي الأقرب والأفهم، التي تفهم طبيعة مشاكلنا وطبيعة معالجتها. لكن إذا كانت هنالك مبادرات أخرى يمكن أن تساعدنا في أننا نوقف هذا النزيف، نعيد الحياة إلى طبيعتها في السودان، حتما سنمضي فيها. ولكن ماذا كنتم تقصدون برفضكم لتدويل هذه الأزمة سيادة الفريق؟ نحن نريد أن نتحاور كسودانيين. الجهات الأخرى يمكن تسهل هذا التفاوض، لا نريد من أحد أن يملي علينا شروط، لا نريد أن أحد أن يفرض علينا رؤية معينة. نحن كسودانيين نعلم ونعرف مطلوبات السكان، مهام المواطنين، مشاغلهم، كيف يمكن أن نعالجها. طيب، على المستوى الغربي والدولي أيضا نعلم من الآن أن جو بايدن ربما استخدم ورقة العقوبات، برأيك هل هذه الخطوة الأمريكية قد تكون كافية للضغط على الدعم السريع؟ نحن نظن أن العقوبات ربما يكون لديها تأثير، لكن الآن نحن نريد تأثير على الأرض، نحن نريد أن نوقف هذا القتال، نريد خروج القوات المقاتلين، المقاتلين الأجانب. المعلوم للجميع أن الدعم السريع استعان بمقاتلين أجانب الآن موجودين، الناظر إلى خارطة الوسط أفريقيا يعلم أن هنالك كثير من المقاتلين الأجانب موجودين. عندما نتحدث عن خروجهم من وسط الخرطوم، عندما نتحدث عن خروجهم وإخلاءهم للمناطق الخدمية ومناطق السكان، نعني بذلك أننا لا نريد أي مظاهر يمكن أن تمنع عودة الحياة الطبيعية إلى بلدنا. طيب، جدير بالذكر أنكم كنتم قد دعوتم خلال الأيام الماضية لترك السلاح مقابل العفو. سؤالي لك، هل يمكن أن يدمج تاركو السلاح في الجيش السوداني وقريبا؟ نحن الآن كثير من المجموعات الدعم السريع الموجودة في معظم أقاليم السودان وضعت سلاحها وانضمت للقوات المسلحة، هذا أمر مفرغ منه. نحن نرحب بكل الأفراد الدعم السريع الوطنيين الذين يريدون أن يكونوا جزء من منظومة الدفاع عن الدولة السودانية، نحن نرحب بهم ونقول لهم مرحبا، أنتم جزء من هذه المنظومة، انضموا لتعملوا مع أخوانكم في حماية الدولة السودانية، ويجب أن لا تعملوا لحماية أشخاص أو لحماية أطماع أشخاص محددين.
طيب بشكل مباشر سيادة الفريق، على أي جانب تعول القوات المسلحة السودانية الآن في إدارتها لهذه الأزمة، أزمة المتمردين كما وصفتم أنتم؟ يعني هل هناك بادرة أمل لإنهاء هذه الأزمة، وعلى أي جانب تعولون أكثر؟ نحن نعتقد أن الحل السلمي هو الطريق الأمثل لمعالجة هذه المعضلة. نعتقد أن العمليات لديها كثير من الضرر، يصيب ربما الممتلكات العامة، وهذا ما يوقفنا الآن. نحن ننظر إلى وجود قوات الدعم السريع وسط السكان، وسط المناطق الخدمية، يعيق عمل القوات المسلحة بالطريقة التي تمكنها من القضاء على هذه المجموعات. لذلك نؤمل أن الحلول السلمية تنهي هذه الأوضاع. نحن لن نلتزم بأن لا نقاتل كل من يخرج من المقار الحكومية المناطق الثانية ويذهب إلى معسكرات في ظل حوار حقيقي يقود إلى وضع نتائج نهائية تنهي هذه المعضلة. ولكن هل ترى أن الدعم السريع مستعد لحل سلمي؟ إذا كان وجد الضغوط التي تتحدث عنه صراحة إلى مخاطر ما يقوم به، إذا كان استشعر أيضا قادتهم المخاطر المستقبلية على الدولة السودانية وعلى مستقبلها، أنا أظن أن ذلك كافي بأن يعيدهم إلى صوابهم. طيب يعني أيضا سيادة الفريق، ماذا عن سيناريوهات الأزمة السودانية للمرحلة المقبلة، وهل هناك آلية لحسم هذا الصراع عربيا أم دوليا دعنا نقول؟ كما ذكرت لك، نحن نرحب ودوما في اي مبادره تدعو الى الحل السلمي، تدعو الى ايقاف القتال، تدعو الى احترام الادميه السودانيه. نحن الان نرى عدم احترام للقانون الدولي الانساني، عدم احترام لكرامه الانسان، عدم احترام لحق الحياه، عدم احترام لكل العادات والتقاليد المرعيه في العالم الخاصه بالحياه. نحن نريد أن نرى السودانيين يعيشون عيشة كريمة في مواطنهم، في بلدهم، بين أهله. لذلك ساعين أي حل سلمي يقودنا إلى ذلك سنسعى فيه، وسنمضي بالتأكيد في كل الحلول التي تقودنا إلى ذلك. طيب ما هو وضع السجون الآن، خاصة كما تعلم بعد اقتحامها في الفترات الأخيرة أو في الفترة الأخيرة؟ طبعا الدعم السريع اول خطوات قام بها في اطار تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى في البلاد، اقتحم كل السجون واخرج السجناء. ربما هذه المزالة مقصودة لإشاعة الفوضى او لتخويف الناس. جزء كبير مما يقوم به الدعم السريع الان هو للضغط على الناس، على المواطنين، بالسيطرة على الخدمات، بإطلاق سراح المجرمين، بإيقاف خدمات الهاتف، بإيقاف خدمات الكهرباء والتحكم في توزيعها. كل هذا يرمي إلى الضغط على المواطنين، وربما يظنون أن بذلك يضغطون على القوات المسلحة. القوات المسلحة صحيح تهمها مصلحة المواطنين، صحيح يهمها أن تدافع عن المواطنين، أن تعيد لهم حقوقهم، لكن هذا الأمر له مخاطر على مستقبل الحياة في السودان، الحياة الاجتماعية والحياة السياسية. ماذا عن الوضع الآن في دارفور في ظل محاولات ربما لتأجيج الصراع أو الوضع القبلي في المنطقة خلال الأيام الماضية أيضا؟ حدثت عدة محاولات في دارفور للسيطرة على المدن، إذا كانت في الجنينة وراح ضحيتها مئات المواطنين السودانيين، أيضا في نيالة وفي الفاشر، كلها حدثت بعض المواجهات المؤسفة التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، ونهبت كثير من الممتلكات في نيالة، في جنينة، في بعض المدن الأخرى، في الأبيض. نحن أيضا نرى أن هذه الأمور يجب أن تتوقف، لا نريد أن تتوسع دائرة القتال، لا نريد أن يخرج الصراع من المنطقة المحددة الدائر فيها الآن في وسط الخرطوم. أخيرا سيادة الفريق، لو توجه كلمة للشعب السوداني ومن ثم المجتمع الدولي. أنا أؤكد للشعب السوداني أن القوات المسلحة همها الأول هو الحفاظ على ممتلكات الدولة السودانية والحفاظ على سلامة المواطنين. إحنا صحيح أرسلنا وفد إلى المملكة العربية السعودية، وهذه فرصة سانحة لنشكر قيادة المملكة العربية السعودية على استضافة المفاوضات الجارية الآن. هذه المفاوضات بصدد إيقاف هذا القتال، بصدد إعادة عودة الحياة. لن نمضي في أي مبادرة لا تساعد ولا تعيد الحياة ولا تعيد الأمن
إلى المواطنين. نحن في القوات المسلحة لا نريد مبادرة نستفيد منها كقوات مسلحة بأن يوقف القتال، نريد مبادرة تعيد الحياة مع إيقاف القتال إلى وسط العاصمة، نريد مبادرة حقيقية يحتاجها الشعب السوداني. نحن الآن نمضي بخطى حسيسة في إكمال أعمالنا العسكرية المطلوبة بحيث لا يتأثر مناطق، لا تتأثر مناطق الخدمات ولا يتأثر المواطنون بذلك. نحن برضو نشكر الولايات المتحدة الأمريكية وكل أخوان الأصدقاء السودان الذين سعوا إلى إيجاد الحلول المناسبة والحلول اللازمة التي توقف القتال، لكن لا نريد أيضا أن يكون هنالك عمل منقوص يوقف القتال فترة محدودة، يعطي المشروعية لجهة معينة، يتجاهل هموم المواطنين، يتجاهل احتياجات المواطنين. يعني بالتأكيد الجميع يتمنى أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات وهذه المداخلة. بالتأكيد.